كنت زمان بنبسط جدا وبفرح لما بلاقي بيت فيه ولاد، فيجي راجل يقول لك يعني اخو البنات يقول لك انا ما اتجوزتش غير لما شقيت وتعبت وجهزت اخواتي البنات. فحته جهزت اخواتي البنات دي ما اعرفش ليه ما بقتش اشوفها قوي اليومين دول، وانا قلبي حزين وانا بقول كده. بلاقي بنات وخصوصا في المحافظات والنجوع والاماكن الفقيره، بتلاقي البنات بتشتغل عشان تجهز اخوها الولد. بتلاقي امهات بتتداين بايصالات زي ما انتوا شايفين دلوقتي في التقرير عشان تجهز ابنها الراجل. هل العيب فينا؟ بس انا اعتقد ان العيب فينا كاهل. انا ليه اقعد ادلع في الراجل مع انه راجل؟ يعني هو اتولد راجل فينزل ويشتغل ويشقى ويتعب، وهو اللي يجي يدي لأمه وإخواته، وهو اللي يجهز إخواته البنات. إحنا من ساعة ما القيم دي اللي تربينا عليها، ومن ساعة ما الدنيا كده تحس إن هي عارفين الضمنة كده وهي بتتلخبط، ضمنة كده لما تقعد تعملها كده كده كده، إحنا بقينا العادات الحلوة اللي كانت فينا الشرف كده والعزة كده إن الراجل اللي يبقى في ظهر مامته وباباه وفي ظهر اخواته البنات لغاية ما يقف كده ويجوزها ويقول لك لغاية ما يوصلها بيت عدلها، في حاجة غلط في الضمنة دي اتلخبطت كده، وبقت الأم هي اللي بتتداين وعشان تجوز الراجل والبنت، مع إن برضو هي مش مطالبة الست تتسجن عشان ابنها يتجوز. طيب تعالوا معانا على التليفون هند المؤيد، خبيرة العلاقات الأسرية والسلوكية. يا أستاذة هند. يا أهلا يا إيمان، إزيك؟ وحشاني جدا. عاملة إيه؟ أخبارك إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله متابعاكي برنامج جميل جدا، ربنا يوفقك. ربنا يخليك يا رب. وحلوة الرسائل اللي أنت بتديها دي، لأن فعلا إحنا محتاجين بس نتغير شوية. يعني إيه اللي حصل يا هند؟ يعني أنا زمان كنت بشوف يقول لك إيه ده ما اتجوزش غير لما اتجوز إخواته البنات. ده بيشتغل وشقيان عشان يساعد مامته وباباه. دلوقتي الظروف اختلفت وكل حاجه اصبحت غاليه، وكمان بقى في عيب كبير قوي في الجواز. وفعلا زي ما انت قلتي انا سمعت كله، هو الفكره ان هي ثقافات موروثه، وثقافات موروثه غلط. ايوه، ان احنا بنتمنظر انا النهارده لازم اشتري راجل اشتري عيله، فاكتر حاجه انت بتبصي عليها هو الاصل التربيه. هو عنده احلام، عنده طموحات، هو ناجح يعني بيشتغل اوريدي وهينجح بس لسه صغير، فهو مش ممكن هيبدا من حيث مناهى الاب. بالظبط بالظبط. انت بتطلبي منه حاجات اكتر من طاقته، واحنا عايزين الشباب تقبل على الجواز بدل ما ان هم يعملوا اي حاجه غلط او يدخلوا في علاقات مش مظبوطه، فاحنا عايزين نشجعهم. فاي اسره احتضنيه طالما هو ابن ناس، ولازم يكون في تكافؤ ما بين الاسرتين، ده مهم قوي. ممكن يكون في فروقات بس فروقات بسيطه. أيوة. ما تبقاش مثلا حد غني قوي ياخد حد على قده، والعكس ما ينفعش، لازم يكون في فروقات بسيطه، ما ينفعش يكون في جاب في التعليم في المستوى الاجتماعي وفي المادي كمان. طيب احنا بقى نروح مدبسين نفسنا في حاجات قد كده وكاتب امي وابويا ايصالات امانه، وبعد كده بتلاقي بقى الحاجات دي غاليه، صح كده؟ وهم هي الفكره هي ثقافات. انا النهارده هي ماضيين ايصالات، ماضيين ايصالات عليها. طيب اتسجن انا بقى، اتسجن عشان اجوز بنتي واخلي شكلها حلو وفي الاخر شكلها بقى وحش. أيوة. انا اتسجنت والغريمين زي ما بتتكلمي. طبعا هي الفكره ان احنا عايزين نقول انا مش هديها لك بالساهل، انا لازم اكلفك وادفعك عشان تاخدها بالغالي. هم عندهم فكره ان هو لما يدفعوه هو مش هيقدر يسيبها بعد كده، مع ان العكس احنا نسبه الطلاق بقت رهيبه. ما هو كمان في الناحيه الثانيه بيدفعهم. انت عارفه يا هند، من كتر ما هم الاثنين بيدفعوا انا بحس بكده، يعني من كتر ما هم الاثنين غرمانين ودافعين كتير قوي عن طاقتهم، بتلاقي بقى المشاكل بتبان عند القايمه وهي بتتكتب، بتلاقي في طلاق بيحصل في قعده القايمه دي، وبتلاقي الناحيه الثانيه العريس متضايق طول الوقت ان اتحط على رقبته السكينه وجاب حاجات زي ما بتقولي اوفر قوي عن امكانياته. فبتلاقي من اول مشكله عشان يقولوا لها احنا مش محتاجين، يعني انت برضه مكلف واحنا مكلفين بنتنا. تعالي بقى نشوف بقى بعد شهر شهرين في اول مشكله في الجواز، بتلاقي بقى النفقه والشقه اتغير الكالون ودي اتطردت من البيت وهو راح القسم عمل محضر، لان هما الاثنين يعني عارفه فوق 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 طاقتهم. طب وبعدين؟
والله انا شايفه ان احنا فعلا نعمل زي برامج زي برنامج حضرتك ده جميل جدا. كمان الاعلانات، لان احنا اوريدي الايام دي هتلاقي فيه اعلانات توعيه كتيره قوي. أيوه. يا ريت اهو رمضان جاي او يعملون ده حتى تمثيلات وذاع بعد رمضان، ان يكون فيها القصص دي كامله يجسدوها بشكل، ان دي اكتر حاجه بتوصل للجمهور، هم ان هم يشوفوا الحدوته قدامهم، ان هم يشوفوا. بالظبط. يعني الموضوع اختلف، الناس بقت يعني فعلا كل حاجه غاليه. انت عارفه ان انا لسه كنت بقول من يومين، والله انا بنتي تفرش بيتها زي ما تفرشوا، انا مالي ولا اقول لها صالون ولا بتاع، هي ليها دماغها وليهم اصحابهم وليهم حياتهم، مش لازم كل حاجه تيجي. اذا هي حره. مره من حد كبير يا ايمان، انك انت لو جبتي بيت وحبه حبه كده تاتا تاتا، جبتي حاجه حاجه هتفرحي بيها اكتر ما تدخلي تلاقي الحاجه كلها جاهزه ومفروشه. ايوه. وبعدين ما تدخليش تحطي عبء على نفسك. وكمان اللي احنا عايزين نقوله، انت عارفه ان في ناس يا هند، يا جماعه الجواز مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره قوي. انا مش بتجوز عشان هي انا كبرت وخلاص ده سن الجواز، اصل انا اخلف. وبعدين هقول لك حاجه، نسبه كبيره او فئه كبيره من المجتمع ها اللي هم غير قادرين، ده يخلفوا 5 و6. انا ما اعرفش ليه، يعني انا بجيب طفل او طفلين، انا غير مقتدر ماديا، يبقى لازم انا. بص يا ايمان، انت دلوقتي لما بتشوفي ناس يقول لك ايه ده، انا هجيب حتى قطه اربيها، لا دي مسؤوليه. طب دي قطه يا جماعه، انت بتتكلموا في بني ادمين، انت بتتكلمي يعني بتخلفوا اولاد. بصي، هي حته الخلفه دي يعني احنا عملنا عليها حلقات، ولسه ده احنا عايشين معاها بعد كده، لان ده دي سياسه، كمان سياسه دوله. يعني الدوله عايزه تفهم الناس ان عيش طفل اتنين عشان تعرف تعيش، يعني ودي حقيقه، حد عشان تعرف تستمتع حتى بالحاجات اللي بتتعمل لك في الدوله، بتاع تستمتع بالمرافق، تستمتع بالبنيه التحتيه، تستمتع ببيت، تستمتع بمرتبك. ما انت مرتبك، لا بصي انت بتقفي معاهم. يعني انا حتى ناس كتير اعرفهم حواليا، طب انت جايبه 5 ليه؟ يعني جايبه 5 وبعدين تطلبي معونات، طب وليه يا حبيبتي؟ ما احسن 1 او 2. اما تيجي تكلمي تقول لك بيجي برزقه، ما هو الرزق عن الرزق يختلف. في حاجه اسمها عيشه كريمه، او يا دوبك بتاكليه وتشربيه. فهي احنا ابدا ما هي فيها هي دي نتكلم فيها تاني. هي دي عايزه حلقه لوحديها، لان هي ما حلقة انا افتكر، انا افتكر في الحلقه بتاعه الخلفه دي قلت لها، هل انت بتخلفي كتير تربطيه بالعيال؟ بيسيبك في الاخر، وانت طبعاً اللي بتلبسي العيال، يعني انت اللي بتصرفي وبتشتغلي عليهم. وهي بتشتغل ما عندهاش حتى وقت توجههم، وده كنا قلناه في حلقه قبل. أيوة كده بسبب يعني. وليه الناس ما بقتش عندها سلوكيات؟ انا ما عنديش سلوكيات، انا مش فاضيه ربي، انا يا دوبك بشتغل عشان اكل الناس الاولاد اللي ورايا. يعني خلينا دي شويه على جنب، احنا هنكملها في حلقات تانية. اوكي، لكن انا معاكي قلبا وقالبا. لكن ليه 40 بطانيه؟ ليه؟ لا بصي، دول بعض ليه 40 بطانيه وليه 10 لحاف وفي 7000 طقم صيني وطقم الومنيوم وما اعرفش ايه وايه. لا والعربيه لازم تلف عشان الشوار، يعني شوفوا شوار العروسه. بس يعني الحاجات دي كلها بتتنظر. وانا شايفه فعلا البطاطين، انا دي فعلا شفتها قدامي، انا ما اعرفش بتعمل ايه بكل الحاجات دي. بتعملي ايه بال 40 بطانيه دول؟ وايه السبب انك حاطه عيب؟ وقص الاطفال هم بيجيبوها سريرين سنجل كده علشان لو مامتها او حماتها جت، بس ده تفويل، ما تسيبيها فاضيه لما يجي الطفل نبقى نعمل. يعني ما تحطيش على نفسك اعباء انت مش قدها. ويا ستي سيبي الاوضه فاضيه عشان حماتي ما تجيش تبات ويحصل مشاكل. ما انا لو سبتها فاضيه حماتي مش هتلاقي في اوضه تيجي تبات فيها. لا والله، يعني هو الترابط الاسري حلو، بس انا اقصد اقول تعالوا نركز احسن في الاصل وفي التربيه، وان هو عنده طموح وهيكبر، فاقف جنبه مش اطفشه او اضغطه او انا اتداين او بنتي تتداين. لا، هو الجواز عمره ما كان كده فعلا. شكرا يا هند على مداخلتك معانا في برنامجنا النهارده، بشكرك جدا ودايما منورانا في يحكى أنا.